بسم الله، اليوم راح أبدأ في 3.3. طبعا يتكلمني عن اللاينز اللي هي معادلة الخط المستقيم اللي هي تكون فيها ال x أس 1 وال y أس 1. طبعا عاطيني هنا الستاندرد فورم لمعادلة الخط المستقيم، أتوقع كذا يسموها. المهم أن عندي ال a عبارة عن أي عدد مضروب في ال x، ال x طبعا أس 1، زائد ال b مضروبة في ال y، طبعا ال a وال b وال c عبارة عن أعداد، لكن ال x وال y عبارة عن متغيرات. شرطي هنا إنهم اثنينهم أس 1، فهنا راح يعلمني كيف لما يكون عندي معادلة الخط المستقيم وطالب مني إني أرسم الجراف تبعها. طيب هنا عندي مثال على نفس الستاندرد فورم اللي عاطيني إياه من شوي. طيب لما أجي أبغى يعني أبغى أرسم، أسهل خطة عندي إني أوجد ال y intercept وال x intercept. ليش؟ لأن أساساً عندي لو جيت أرسم مثلاً مبدئياً لمعادلة الخط المستقيم تكون بهذا الشكل. طبعاً هنا تقطع لي في نقطة الأصل، ولكن لما عندي معادلة راح يتغير، ما راح يقطع لي نقطة الأصل. فأسهل طريقة أني أوجد الـ y intercept والـ x intercept، مقطع الـ y ومقطع الـ x وأوصل بينهم. هنا لما جيت أوجد الـ y intercept عوضت بالـ x بزيرو، بعدها اكتشفت ان ال y minus 2، يعني تكونت عندي 0 minus 2 اللي هي مقطع ال y. هنا لما جيت اوجد في ال x intercept عوضت بال y بزيرو، طلعت معي x بثلاثة، يعني عندي 3 0 اللي هي مقطع ال x. هنا مجرد اني عوضت ووصلت ما بينهم. نفس الطريقة عندي في الـ try and check، عندي معادلة أتأكد إنها من الدرجة الأولى، بعدها أوجد الـ y intercept والـ x intercept. طيب عندي في الـ y intercept أعوض عن الـ x بزيرو، فلما أجي أعوض أشيل كل x وأعوض عنها بزيرو، 5 مضروبة في الصفر زائد 3 y تساوي لي minus 15، 3y تساوي لي ماينس 15 أقسم على 3، y تساوي لي ماينس 5، فتكونت عندي 0 وماينس 5. هنا في الـ x intercept أعوض عن الـ y بزيرو، طيب وأشيل كل y في المعادلة وأحط 0، 5x زائد 3 مضروبة في الزيرو تساوي لي ماينس 15، 5x تساوي لي ماينس 15 أقسم على 5، x تساوي لي ماينس 3، فتكونت عندي ماينس 3 وزير. لو جيت هنا أمثلها، بأمثل هذه 0 وماينس 5، عندي ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 5 موجودة هنا. طيب عندي هذه ماينس 3 وزير، هذه ماينس 1 ماينس 2، هنا ماينس 3 وزير، ومجرد اني اوصل ما بين النقط. هنا يعلمني vertical and horizontal line اللي هي الخط العمودي والخط الافقي. هنا يقول لي ان اذا كان عندي horizontal line مرتبط ارتباط كامل بالواي، طيب وهنا في vertical line مرتبط ارتباط كامل بالاكس. هنا راح يوضح لي، هنا يعلمني عن graphing of horizontal line اللي هي الخط الأفقي. يقول لي أوجد اللي هي يعني الجراف تبع هذه النقطة، وعندي طالب مني كhorizontal line. طبعا horizontal line أعيد وأكرر أنها مرتبطة، عندي horizontal line مرتبطة بالواي اللي هي رقم 2، يعني لما أجي أقول راح أقول إن الواي تساوي لي الاثنين، مجرد إني أروح إلى خط الواي أروح عند رقم 2 وأكون خط أفقي. طيب أنا كونت خط أفقي، أعطيني هذه النقطة تبعها، فهذه النقطة عبارة عن 0 و2. نفس الطريقة في الـ try and check، هنا طالب مني كhorizontal line
راح أروح دايركت على الواي اللي هي راح أقول واي تساوي لي الثلاثة. فلما أجي أقول 1 2 3 أكون هنا خط عند الواي تساوي لي الثلاثة اللي هي عبارة عن النقطة 0 و 3. هنا الـ graph of vertical line اللي هي الخط العمودي. طبعا العمودي مرتبط مع الـ x اللي هي minus 2، x تساوي لي minus 2، فتكونت عندي minus 2 و 0. ورحت عند الـ x هذه minus 1 وهذه minus 2، مجرد أني مثلت هذا الخط. هنا أيضا طالب مني vertical line عاطيني نقطة، فراح أروح عند الـ x اللي هي minus 5. هذه minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5، فراح تكون عندي هنا طيب اللي هي الـ x تساوي لي minus 5 عند النقطة minus 5 0. هذه الشريحة يعلمني عن السلوب اللي هو الميل، يرمز إليه بالرمز M، وهي عبارة عن طبعا راح يعطيني أول شيء نقطتين x و y و x و y، عبارة عن y2 minus y1 على x2 minus x1. أيضا يسموه اللي هي متغيرات الرأسية على المتغيرات الأفقية، horizontal change على vertical change على horizontal change. طبعا في طريقة ثانية إني أوجد نقطة بحيث لو أني وصلت بين لو وصلتها بالخط راح تعطيني زاوية قائمة هنا، فراح أقول إنها رايز على الرن. طيب هنا مطبق لي أمثلة، مجرد إني أخذت y2 minus y1 على x2 minus x1. طيب هنا في try and check راح أحل 2 اللي هي الـ A، راح أنزل M تساوي لي أحط خط y2 minus y1 اللي هي 1 minus minus 5 على 3 minus minus 4، راح تعطيني 1 plus 5 على 3 plus 4 اللي هي عبارة عن 6 over 7. هذه عبارة عن الـ A. بالنسبة إلى الـ B، الـ M تساوي لي 3 minus minus 4 على 2 minus 3 تساوي لي 3 plus 4 over 2 minus 3 عبارة عن 7 على minus 1 اللي هي minus 1.